حيث تستمر وزارة الشؤون الاجتماعية في حرصها على تقديم أفضل الخدمات لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية، وتعمل الوزارة على تقديم أفضل سبل الرعاية لخدمة النزلاء وتنمية قدراتهم وتأهيلهم اجتماعيا ونفسيا ومتابعتهم صحيا، علاوة على تقديم العلاج الطبيعي والتغذية السليمة. نشوف هذا التقرير ولنا عودة مع ضيفنا. إدارة الخدمات في دور الرعاية الاجتماعية تشكل الحجر الأساسي لهذه الدور، فهي تحمل مسؤولية كبيرة في رعاية شريحة مهمة من المجتمع كالأيتام والمسنين والمعاقين وحتى الأحداث، حيث تقوم على خدمتهم 24 ساعة. خدمات الإعاشة اللي هي العشاء اليومية، النظافة والتغذية والأمن والسلامة، خدمات النقل والمواصلات، خدمات المغسلة، أيضا خدمات الصيانة المتعلقة في أمور الكهرباء والميكانيك والمدني والحريق والتكييف، وهذه كلها خدمات تقدم للقطاع بشكل عام. دور الرعاية الاجتماعية في منطقة سليبيخات تقدم أفضل الخدمات الشاملة، ولكن عندما ننظر إلى المبنى نجده متهالكا نوعا ما، إذن فما الخطة المستقبلية؟ الآن احنا اتجاهنا الأساسي هي البنية التحتية، سواء للأمور المتعلقة بالكهرباء بالصرف الصحي والمياه، وهذه طبعا لأنها قديمة من يعني وفيها مشاكل طبعا فنية. الآن احنا الحين قاعدين نحاول بإذن الله المناقصات الجاية حطيناها في خططنا ان نبدأ بالبنية التحتية، ومن ثم اللي هي طبعا اللي هي مباني طبعا بشكل عام. أقسام كثيرة ومتعددة في إدارة الخدمات، منها قسم التغذية أحد الأقسام الفعالة والحيوية التي لا تهدأ، فهم يعملون على مدار الساعة لتأمين الوجبات الصحية لكافة النزلاء. الوجبات جميع أنواعها، النورمال العادية، وجبات العلاجية كذلك، منها الهاي بروتين واللو فات حسب الوصفة الطبية المعالجة حق الدكتور المعالج لكل نزيل لكل فئة. هي ثلاث وجبات رئيسية وبينها الوجبات الخفيفة، وتقريبا يطلع العدد باليوم تقريبا يوصل إلى 2000 وجبة. دولة الكويت تعد من الدول الرائدة في مجال الرعاية الاجتماعية، ولديها تجربة يحتذى بها على مستوى المنطقة في تقديم أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لكافة النزلاء. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت. إذا مثل ما شفنا معكم في التقرير، تلقى دور الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كل الرعاية والاهتمام من الحكومة ضمن رؤية كويت جديدة 2035، لتظل لمسة حانية تخفف قسوة الحياة على الفئات المستفيدة من الخدمات المقدمة في بيئة طبيعية ومتكاملة. تعمل الإدارة على تقديم أفضل أساليب الرعاية لخدمة نزلاء القطاع وتنمية قدراتهم وتأهيلهم اجتماعيا ونفسيا وتعليميا ومتابعتهم صحيا. راح نوضح لكم الصورة أكثر، راح يكون معنا بالاستوديو ضيفنا الأستاذ منصور عايش السلامين، مدير إدارة الخدمات دور الرعاية الاجتماعية بالهيئة العامة للشؤون ذوي الإعاقة. نرحب فيه في برنامج العالم هذا الصباح، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. بالبداية إذا نقدر نتكلم عن المسؤولية الاجتماعية في رعاية النزلاء، مثل ما قلنا بالتقرير قبل شوي، إذا في هناك اهتمام من نقدر نقول جميع النواحي الحياتية، شلون نقدر نحن نركز على هذه الرعاية ونستمر في تطويرها لأجل نزلاء الخدمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نرحب فيكم. بالأمانة طبعا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وكذلك الهيئة العامة للشؤون ذوي الإعاقة يعني قدمت جهود يعني كبيرة جدا في خدمة الفئات الخاصة من أبناء ونزلاء قطاع الرعاية الاجتماعية من خلال الكثير من الخدمات الاجتماعية والنفسية وكذلك الطبية التأهيلية وكثير من الأنشطة والفعاليات التأهيلية لأبناء ونزلاء قطاع الرعاية الاجتماعية. وهذه الخدمات يعني طبعا بتقدم بجهود متضافره ما بين الجهات والادارات المعنيه في قطاع الرعايه الاجتماعيه، متمثله في طبعا في جميع الادارات، سواء كانت الادارات اللي تتبع وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل او الهيئه العامه للشؤون ذوي الاعاقه. احنا يعني في قطاع الرعايه كانه بيت، والبيت هذا في 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 ابناء وفي اولياء امور، وايضا خدمات تقدم لهذه الفئه. نعم. بس أسأل من الكلام يعني أن إذا نقدر نعطي تقريبا العدد للنزلاء وأيضا عدد دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، هل ممكن نعطي تقريب؟ نعم. يعني الرقم تقريبا ما يقارب 850 نزيل
اذا شوي يزيدون او يقلون حسب حركه النزلاء دخول وخروج. طبعا نخدمهم ما شاء الله من العاملين في مجالات متخصصه ومتنوعه. كذلك يعني تعتبر يعني قطاع الرعايه من القطاعات الكبيره جدا في 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 يخص من تقديم خدمه متخصصه لفئه كبيره وشريحه مهمه بالمجتمع وخاصه الفئات الخاصه. طبعا اعداد المباني المتوفره، المباني الموجوده حوالي يعني مباني كبيره للامانه ومتفرعه، سواء كان في قطاع الرعايه نفس قطاع الرعايه داخل قطاع الرعايه او خارج قطاع الرعايه الاجتماعيه، وتعتبر هي مثل ما قلت لك هي مثل بيوت مساكن لأبناء ونزلاء وكذلك إدارات اللي تخدم طبعا هذه طبعا الفئة، وهي يعني متنوعة ومتفرعة في محافظات الكويت سواء كان بالعاصمة بالجهرة الأحمدي، وبالتالي هذه كلها مباني تخدم الفئة الخاصة. شلون توفرون لهم الأنشطة اللي يحتاجونها النزلاء فيها؟ عادة كل إدارة في مجالها وتخصصها، على سبيل المثال لو تكلمنا عن إدارة رعاية المسنين مثلا أو إدارة رعاية الأحداث أو غيرها من الإدارات، هذه كل إدارة لها مجالها فيما يخص الأنشطة الاجتماعية والنفسية اللي تقدم للفئة نفسها. فمثلا عندنا مثلا إدارة رعاية المسنين تقدم خدمات متخصصة لفئة كبار السن، وكذلك برامج صحية وتأهيلية وغذائية كذلك. أما بالنسبة للفئات الأخرى خلينا نقول مثلا الفئة اللي هي المعاقين مثلا، في إدارة اسمها طبعا إدارة رعاية المعاقين، هذه الإدارة معنية بهذه الفئة وتقدم خدماتها التخصصية اللي تتمشى مع قدرات وإمكانيات هؤلاء النزلاء. طيب. فكل إدارة لها مجالها وتخصصها. جميل. تكلمنا ذكرنا إذن المسنين وذكرنا المعاقين، إذا نقدر نقول الحالات الأخرى اللي تستقبلها وزارة الشؤون. الأحداث. وكذلك عندنا الأيتام. هذه طبعا فئات أيضا من تدرج تحت طبعا تحت هذا الـ هذا الـ هذا القطاع. مثل ما قلت لك احنا جهتين، جهه طبعا الوزاره تقدم خدمه وايضا الهيئه العامه لشؤون ذوي الاعاقه تقدم خدمه، وبالتالي كل الادارات في قطاع الرعايه تعتبر منظومه متكامله في تقديم الخدمات والانشطه المتخصصه طبعا لهذه الفئه. انا يمكن يعني يمكن انا مدير اداره رعايه طبعا اللي مدير خدمات الاجتماعيه، هذه الإدارة تقدم خدمات تخصصية أو خلينا نقول مساندة للإدارات الأخرى. يعني احنا نقدم خدمات الحياتية اليومية، منها التغذية، النظافة، الأمن والسلامة، الصحة. طبعا في إدارة أخرى هي تقدم الصحية، لكن احنا بس أكيد لكم مساندة. دور كبير يعني في الجانب الغذائي والصحي طبعا احنا أو بالأحرى بالجانب الغذائي نستعين في إدارة المركز الطبي التأهيلي فيما يخص بعض الوجبات الغذائية الصحية اللي خاصة لبعض النزلاء محتاجين رعايه صحيه متخصصه، او يعني اللي عنده ضغط عنده سكر اللي عنده مش عارف ايش، هذه طبعا لها منظومه اخرى في التغذيه. ايضا عندنا خدمات النقل، عندنا خدمات المغسله المركزيه اللي هي خاصه بالملابس وغيرها. فاحنا مثل ما قلت في البدايه احنا عباره عن بيت. نعم. والبيت هذا مثل ما احنا نقدم له خدمه لابنائنا، نفس العمليه هي تقدم لقطاع الرعايه الاجتماعيه. جميل. اكيد اخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصه وذوي الاعاقه يمكن يكون الاهتمام يتطلب منكم جهد أكبر لهذه الفئة، شلون توفرون لهم الرعاية المطلوبة وكيف ممكن توفير مثل هذه الرعاية؟ الفئة هذه بالذات تعتبر مثل ما تفضلتي فئة خاصة، تحتاج إلى 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 برنامج خاص، برنامج علاجي، تأهيلي، اجتماعي، نفسي، صحي، غذائي. وبالتالي هذه الفئة تحتاج إلى نوع معين من العمل الفني المتخصص. فإحنا مثلا عندنا على سبيل المثال أخصائيين اجتماعيين، أخصائيين نفسيين، كل تخصص يقدم خدمة وبرنامج خطة عمل لهذه الفئة لحساسيتها. وكذلك في الجوانب الأخرى الطبية المساندة اللي هي الطب الطبيعي، الأسنان، مثلا خلينا نقول الصيدلة، وبالتالي هذه كلها خدمات تخصصية تعتبر من الخدمات الحساسة لهذه الفئة. وبالتالي كلها خدمات متكامله، وهذه الفئه بالذات تحتاج الى 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 عمل يعني عمل متقن، عمل يعني في نوع من الحرفيه والفنيه والصحيه، وكل خدمات اللي خدمه تخصصيه نقدر بالضبط تخصصيه بالذات، لان فئه تحتاج نوع معين من الخدمات. نعم. فاتحين الباب للمتطوعين والمتبرعين لدور الجهات الاهليه والاهتمام بدور الرعايه بوزاره الشؤون، شلون نقدر نوضح حق الساده المشاهدين اللي حاب انها يتطوع او اللي حاب انها يتبرع او ينضم لهذه المجموعه من باب المساعده، شلون ممكن انهم يتوجهون لكم وشنو ممكن يكون دورهم؟ للامانه وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل مشكوره، الهيئه العامه لشؤون ذوي الاعاقه مشكوره، فاتحه ابوابها لجميع الاخوه والاخوات المتطوعين سواء كانوا افراد
مجامع، مؤسسات خيرية، جمعيات نفع عام للتقديم والمساهمة وإعطاهم الفرصة للعمل مع هذه الفئات العزيزة علينا. وبالتالي احنا للأمانة نشجع بالعمل التطوعي داخل قطاع الرعاية الاجتماعية، واحنا يمكن يعني لنا يعني تصولات وجولات مع الاخوان، سواء كانوا مجاميع او كانوا افراد او كانوا طبعا مؤسسات اللي هو النفع العام. وبالتالي احنا يمكن احنا نوجههم في فيما يخص يعني كيفيه التعامل مع الفئات هذه. انت عارفه ان هذه الفئات تحتاج الى تعامل خاص. وبالتالي نحاول كما نقدر ان نعطيهم بعض التعليمات وبعض الضوابط اللي احنا يعني نلتزم فيها في تقديم الخدمة. للأمانة يعني جميع اللي شاركوا معنا وساهموا معنا في هذه الأعمال الخيرية ساهموا فعلا مساهمات فعالة وجدا يعني كبيرة، أدت إلى رفع مستوى الخدمة في قطاع الرعاية، وكذلك حسسنا الشباب أن لهم دور كبير وفعال في خدمة بلدهم من خلال هذه الأعمال التطوعية. جميل. إذا نقدر نقول، إذا عندك كلمة أخيرة تبي توجهها سواء لأي جهة حاب أنك توجهها بدورك كمدير إدارة خدمات دور الرعاية الاجتماعية بالهيئة العامة للشؤون ذوي الإعاقة، شنو ممكن نحن نقول؟ الله يسلمك. احنا بالعكس والله أنا وش أشكركم للأمانة لهذه الاستضافة، على الأقل نعطي يعني لو معلومة بسيطة عن قطاع الرعاية الاجتماعية وبالذات عن الخدمات المقدمة لهذه الفئة. يمكن أنا يمكن دوري كان في 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 إدارة خدمات طبعا دور الرعاية، مثل ما تفضل قلت أن خدماتنا احنا مساندة لهذه الدور. أنا للأمانة أشكر جميع الجهات والإدارات اللي ساعدتنا وساهمت في إنجاح دورنا إحنا كإدارة بتقديم الخدمة المتكاملة لهذه الفئة. أشكر طبعا كل العاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية. أتأمل إن شاء الله أن يكون أن يعني نسلط الضوء أكثر على هذا المكان أو هذا القطاع، واتمنى من الشباب للامانه انهم ينخرطون معنا في العمل التطوعي، وخاصه احنا في الصيف نحتاج الى وجودهم معنا ومساهمتهم الفعاله في تقديم الخدمه المميزه للفئات الخاصه. شلون يتواصلون معكم اذا حابين يتطوعون؟ مجرد انه يعني يحضرون في قطاع الرعايه الاجتماعيه في الى مكتب الوكيل المساعد للرعايه الاجتماعيه، يقدمون في عندنا يعني ارقام وابلكيشن عفوا عندنا في قطاع الرعايه، وفي اي وقت حياهم الله. جميل، يعطيكم الف عافيه. اذا كان معنا الاستاذ منصور عايش سلامين، مدير اداره الخدمات دور الرعايه الاجتماعيه بالهيئه العامه لشؤون ذوي الاعاقه. شكرا جزيلا لك على حضورك وتوضيحك للساده المشاهدين. انا شاكر لكم ويعطيكم العافيه. شكرا جزيلا.